كل المشاريع اللي خاصة السدود على مستوى ولاية المسيلة، عندنا عدة سدود اللي راهي الدراسات، ما كاين الدراسات اللي راهي واجدة، وكاين دراسات اللي راهي ممكن تتسجل مع الأنفة صاعدة. أعطينا تعليمات صارمة لمدير لاين بي تي، الوكالة السدود، من أجل الإسراع في إتمام سد دراسة سد مجدد لولاية المسيلة، وترتيب الأولويات بالنسبة للسدود أو حتى المشاريع الأخرى بالنسبة للماء الشروب ولا التطهير، ولا يكون ترتيب الأولويات حسب الأهداف المرجوة. كاين أولويات، كاين ترتيبات، وإن شاء الله ندرسوها ويكون حلول سريعة وتكون قرارات سريعة. وممكن أنه في الأيام القليلة القادمة تكلمت أنا وسيد الولي باش يكون اجتماع إن شاء الله على مستوى الوزارة تتمة لهذه الزيارة، لأن كما قلنا الزيارة هذه ماهيش زيارة بروتوكولية فقط، لا، جينا نشوفوا نوقفوا على واقع القطاع، نتخذوا إجراءات في القريب العاجل باش نخفوا من حدة المشاكل الموجودة، وكذلك من أجل الاستمرار في رسم استراتيجية القطاع على مستوى المتوسط والطويل.